السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين دي غازيل. اليوم غادي نقدم لكم الكبده مشرمله بلا صوص طوماط. تجي المذاق ديالها رائع وتجي مختلفه شويه على الكبده المشرمله العاديه. غادي نحتاجوا ليها، عندي هنا الكبده وكميه ديال الكبده. انا عندي هنا نص كيلو ديال الكبده. بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو، عندي هنا الخرقوم، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال الكمون، الملح وشويه ديال الابزار. غنحتاجو 3 معالق كبار ما بين قزبر ومعدنوس مدقوقين. عندي هادو مربعات ديال الفلفل الاحمر اللي ديجا راه حضرتهم معاكم، غتلقاو الوصفه ديالهم في صندوق الوصف. سينو الا ما عندناش نعوضوهم بالتحميره. غنحتاجو 3 حتى 5 ديال الدروس ديال الثومه مدقوقين، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الثومه مدقوقه. غنحتاجو هنايا الحامض مصير مقطع مربعات. غنحتاجو 3 ديال الحبات ديال المطيشه محكوكين مزيان. غنحتاجو كذلك البصله مشلضه رقيقه بزاف، واحد البصله كبيره مشلضه رقيقه مزيان. غنحتاجو زيت الزيتون، وهنا عندي زيتون للتزيين. وغنحتاجو كذلك الهريسه على حسب الذوق، كل واحد يدير على حسب الذوق. دابا غادي نحاول نحضر التشرميله اللي غادي نشرمل فيها الكبده. غادي نخلط هنايا كمون والابزار والملح ونضيف الفلفله حمراء وقزبر معدنوس مدقوقين. غادي نضيف الماكينه، نضيف الثوم، نضيف شويه ديال الحامض بالسكر، هنا زيت الزيتون. نضيف كذلك الهريسه. هنا ها حنا وجدنا الشرموله ديالنا اللي غادي نشرملو فيها الكبده. غادي نخليها جانبا، راكي شفتوا راه خصنا نديرو فيها زيت الزيتون مزيان، حيت هاد الوصفه هادي تتشكر زيت الزيتون. الكبده تتبغي زيت الزيتون باش ما تكونش ناشفه فاش نبغيو نقدموها. المقله ديالي تسخن مزيان، وغادي ندير هذوك الطريفات ديال الكبده بحال ما هكايا، نحطهم غير شويه في مقله. هانتوما المقله ما فيها حتى شي حاجه، غي شويه على هاد الجي ونقلبهم على الجهه الاخرى. صافي حتى يوليو غير بحال ما هكايا. تنديروا لهم هاد الطريقه هادي باش يسهل علينا القطاع ديالهم، وباش يسهل كذلك باش نحيدوا لهم ديك الجلده اللي تتكون بحال ما هكا في الجنب. هانتوما يا تتبقى من الجنب ما طايباش، ولكن من هنايا ومن هنا تتعطيها واحد، تيكون فيها واحد القشره. كيف ما رديتو معايا البال، كي تنحطهم وتنعاود نقلبهم. هاد المقله عندي سخونه، صافي هذه هي المرحلة الأولى. ندوز دوك الطريفات تاع الكبدة من جوج جوانب، غناخد نحيد ليها ديك القشرة اللي تتكون في الجناب. دابا ناخذ نقطعوها مربعات صغار.
ديال مربعات الزهر. هاد الطريقه هادي تتساعدنا باش نحيدو داك الجلده اللي على برا، تتساعدنا باش انها نقطعوها بحال ما هكا. هانتوما شوفوا كيفاش مقطعه، مربعات مقادين، وكذلك تتساعد باش ديك الزفوريه اللي تتكون في الكبده، راكم عارفين الكبده فاش نبغيو نستهلكوها تنبقاو فيها واحد الزفوريه خايبه، فاش تنستعمل فاش نديروا ليها الطريقه كلشي داك الماء الخايب ديالها تيمشي، اللي تيطلق ديك الزفوريه تيمشي في تيبقى في المقله. دابا هاد الكبده هادي نضيف ليها نص ديال هذيك التوابل اللي صايبت هالمقله، نحاول باش نشرب لها مزيان مزيان، هي كل ما شربت لي قامه كل ما مزيان لها. وغادي نضيف لها هنا هكا على صوص الطوماط ونخليهم يتشحروا مزيان. وهنا عندنا ديك البصله ولا صوص الطوماط من بعد ما دبالوا مزيان، غادي نزيد ليهم النصف الباقي من شرموله. ما طابت ليا ديك لاصوص غادي نزيد ديك الكبده اللي شرملتها ديجا، بقات تقريبا واحد المده وهي مشرمله، كل ما خليناها مشرمله كل ما مزيان تشرب لي قامه. وها هي الكبده مازالت تطيب، نخليها تتوقف ديك لاصوص مزيان بحال ما هكايا، ونردو البال الكبده ما تتبغيش تطيب بزاف، وخاصها ولا بدا نديرو ليها زيت الزيتون مزيان باش تتبقى طريه، دونك راه ما نديروش ما نخليوهاش تطيب مزيان مزيان حتى تنشف. انا صافي دابا غادي نطفي عليها وغادي ناخذ مقدمه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الكبده مشربله، انا زوقتها بحال ما هكايا بهاد المطيشه، قطعتها بحال ما هكا على شكل وريضه وعمرتها بداك شويه ديال الهريسه وشويه ديال ماشي الهريسه شويه ديال الحامض مصير، ورشيت عليها الهريسه ورشيت عليها قزبر معدنوس، كذلك حطيت هنايا الدواور ديال الزيتون. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، تيجي المذاق ديالها رائع بزاف، وراكي شفتوا معايا راه سهله ديال سهله التحضير، ممكن نحطوها فوق كوجبه غداء اولا ممكن في رمضان نعمروا بها بالطبيطات مع شويه ديال المطيشه وشويه ديال الخس، تيجي المذاق ديالها رائع بزاف. خليكم انا في امان الله، على بروشين فيديو ان شاء الله، السلام عليكم.